هنشوف كده يا شباب مع بعض دلوقتي حل النموذج التجريبي اللي هو الكام التالي. طبعا الله يكرمك ان شاء الله انا هحل معاك ثلاث نماذج، ثلاث نماذج هينزلوا لك بالاجابات بتاعتهم دي كفيديو حل، ونموذجين كمان ان شاء الله هنزلهم لك كمان بالاجابات بتاعتهم ايه بي دي اف. ده انت هتقعد بقى تحلهم مع نفسك كده الله يكرمك بنفس مواصفات امتحانات السنه اللي فاتت. طيب تعالى بقى السؤال بيقول لك ايه الامتحان التاني. اول سؤال بيقول لك يا شباب اي العمليات التاليه اكثر صعوبه في حدوثها؟ حديد 2 لحديد كام؟ 3. طيب قول له حديد 2 لحديد 3 يا مستر ده بيسهل الحدوث، يبقى دي كده غلط. كوبالت 3 ل 4 قول له لا ده بيسهل الحدوث. منجنيز 3 ل 2 قول له اه بيسهل الحدوث، دي موجب بيسهل الحدوث. طيب دي كده بيسهل الحدوث مش بيصعب، مش ايه مش بيصعب. سكندوم 3 الى موجب 4 اه يصعب. طب ليه كنا بنقول يصعب الحصول على السكندوم موجب 4؟ لان ذلك يؤدي الى كسر مستوى طاقه مكتمل فيحتاج لطاقه عاليه. طيب السؤال بعد كده اكس واي زد ثلاث عناصر انتقاليه متتاليه من السلسله الانتقاليه الاولى، اذا علمت ان اكس موجب 2 اكس موجب 3 واي موجب 4. طيب اكبر الايلات في العزم المغناطيسي لعناصر السلسله الانتقاليه الاولى، اي العبارات التاليه صحيحه؟ صل على رسول الله، اكس موجب 2 واي موجب 3 زد موجب 4. اكبر حاجه عندك في العزم المغناطيسي في الايونات بتظهر لك 5. طب اكس فقد 2 بقى عنده اكبر عزم مغناطيسي يبقى ده منجنيز. طب هنا موجب 3 حديد اه لما يفقد 3 هيبقى عنده 5 ده كده حديد. الكوبالت لما يفقد 4 هيبقى برده عنده 5. طيب يبقى هنا ده كوبالت. طيب كمل. طيب بيقول لي يا شباب اي العبارات التاليه صحيحه؟ سبيكه اكس مع واي، اكس مع واي منجنيز وحديد تسمى بسبيكه الصلب الذي لا يصدا. ده سبيكه الصلب الذي يصدا عباره عن حديد وكروم. طيب حديد وايه وكروم؟ سبيكه الصلب الذي لا يصدا اقول له غلط. سبيكه اكس مع واي، اكس مع واي الحديد مع المنجنيز تتميز بانها اصلب من الصلب اه عشان كده بتستخدم في صناعه قضبان السكك الحديديه. يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام ب؟ السؤال بعد كده يا شباب قطعه من خام الحديد الليمونايت كتلتها 15 وكام؟ 15 كيلو جرام، اجريت عليها عمليه كيميائيه فاصبحت 4 كيلو جرام، اي هذه العمليه؟ طالما كيميائيه استبعدت التكسير واستبعدت التلبيد واستبعدت التركيز يبقى عند عمليه التحميص. طيب السؤال بعد كده ادرس الجدول التالي ثم اجب، جميع العبارات التاليه صحيحه ما عدا. طب يلا يا اولاد كده اول حاجه هنا فقط 3 يلا رجعهم له كده الزينون 54 وهنا فقط 3 يا شباب يعني 2 من الاس وواحد من الدي يبقى لو جمعتهم يبقى ده كده بيقع في المجموعه 1 بي يبقى ده كده ده الذهب ده اي يو 79 اي يو كام 79 الذهب هنا 18 يبقى هنا ده كده النحاس هنا فقط كده 18 و6 24 24 و2 يبقى ده كده حديد 26. طيب هنا 2 2 2 الهيليوم ب2 يبقى ده كده كربون 6. بيقول لي يستطيع سي سي اللي هو الحديد ان يكون مع دي سبيكه بينيه. يستطيع دي اه فعلا الحديد ممكن يكون مع الكربون سبيكه بينيه صح سبيكه الصلب. يستطيع ايه ان يكون مع بي ايه مع بي سبيكه استبداليه والله صح. يستطيع سي ان يكون مع دي سبيكه بنفلزيه سي الحديد مع الكربون اه فعلا الكربون الحديد مع الكربون ممكن يكون سبيكه بنفلزيه اللي هي سبيكه السينما. طيب يستطيع اي مع بي ايه مع ايه مع بي ان يكون مع بعض سبيكه بنفلزيه اقول له غلط لان احنا شرط السبيكه البنفلزيه عناصرها لا تقع في مجموعه واحده ولا تخضع لقوانين مين التكافؤ. طيب السؤال بعد كده اكسيد الحديد ايه؟ ينتج من الانحلال الحراري للسدرايت، طالما انحلال للسدرايت يبقى ده كده حديد ثنائي. طيب يتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف وينتج ملح حديد 2 قول له صح، يتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف وينتج ملح حديد 3 قول له لا غلط. كمل السؤال عشان اشوف مين الغلط، بيقول لك صحيح ما عاد. يمكن تحضيره عن طريق اختزال اكسيد الحديد المختلط يعني الماجنتايت من كام؟ من عند 600 قول له اه 400 700 بيديك حديد ثنائي قول له ده صح. يمكن تحضيره عن طريق اختزال اكسيد الحديد الاحمر من كام؟ 400 700 قول له اه صح يبقى الاجابه عندك تبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب السؤال بعد كده يا شباب هنا ده راسب اسود اول حاجه هنا في رصاص يكون مع مين راسب ابيض مع حمض الكبريتيك عشان يديك بي بي اس او 4 ويكون مع مين راسب اسود مع اتش 2 اس يبقى ده كده بي بي اس خلاص كده يا شباب. طب ما هنا برضك اداك راسب ابيض ممكن مع الكلور اتش سي ال يديك بي بي سي ال 2. تعالى بقى انا مفتاح الاجابه عندي 2 في حاجه فيها اس يبقى استبعدت دي
واستبعدت دي واستبعدت دي، يعني 2 هتبقى ان اي تو اس. كمل بقى. 1 ان اي سي ال، حاجه فيها كلور اهي، المشكله ان اي سي ال. طيب 3 ان اي تو اس او 4، اهو يا مستر كده ان اي تو اس او 4 عشان يديك هنا بي بي اس او 4، وهنا بي بي سي اللي ترسب ابيض، وهنا بي بي اس لان اللي بيرسب الرصاص كام حاجه عندك، كبريتات وكلور ومين واس. طيب السؤال يبقى عندك الاجابه عندك هتبقى رقم كام، ج. السؤال بعد كده، اي من مالي يعبر عن تفاعل محفز، تفاعل يا شباب محفز، هنا في سهم كده. طيب محفز يعني الماده اللي عامل حفاز، زي ما دخل التفاعل خرج من التفاعل. طب يلا كده نشوف، اكس دخل في التفاعل خرج من التفاعل، دي تنفع. هنا اكس او واي، مفيش ولا اكس ولا واي. هنا اكس مفيش اكس، هنا اكس حاجه طلعت، لا قول له لا، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام، الف. السؤال بعد كده، طيب المشاهدات التاليه تمثل عمليه التحليل كيفي لعينتين من املاح الصوديوم، اضافه اتش سي ال الى ملح صلب لم يتصاعد غاز على A ولا B. طالما يا مستر A ولا B يبقى معايا احتمال كام، احتمال 6، كلور بروم يود نترات كبريتات فوسفات. إضافة H2SO4 إلى ملح صلب لم يتصاعد أي غاز، ما تصعدش لا غاز هنا ولا غاز هنا، يبقى إحنا معانا كده حاجتين، كبريتات وفوسفات، شكرا. طيب إضافة BCL2 راسب أبيض غير قابل للذوبان، يبقى ده كده كبريتات، يبقى ده كده يا شباب إيه، كبريتات، ده كده إيه، كبريتات. طب هنا رصب ابيض قابل للذوبان، يبقى ده كده يا شباب BA3BO4، ده فوسفات الباريوم، ده كده كبريتات الباريوم وده كده فوسفات الباريوم. اي العبارات الاتيه بيقول لك غير صحيحه عند تفاعل محلول ملح، ايه مع محلول اسيتات الصوديوم، ايه مع اسيتات الصوديوم، بيعطي يا شباب بيعطي رصب ابيض، قول له صح. ايه مع محلول كلوريد الكالسيوم يكون رصب ابيض، قول له صح، لان عندك الكبريتات بتكون راسب مع الكالسيوم والباريوم والرصاص. طيب بما محلول نترات الفضه يعطي راسب اصفر، نترات الفضه مع الفوسفات بيديك راسب اصفر يزف في محلول الامونيا، قول له صح. بما محلول نترات الفضه يكون راسب اصفر لا يزف في محلول الامونيا، قول له لا، ده الراسب الاصفر اللي ما بيدوبش في محلول الامونيا ده اليود، يبقى الاجابه عندك رقم كام، د. السؤال بعد كده، محلول يحتوي على ايونات الرصاص وايونات الحديد 2 لترسيب احد الايونين دون الاخر، يمكن اضافه اي من المحاليل التاليه معا. حمض الهيدروكلوريك ينفع، هيرسب الرصاص ومش هيرسب الحديد. حمض الكبريتيك، هيرسب الرصاص ومش هيرسب الحديد، دي صح. كربونات الامونيوم، ده الكربونات هنا هتديني بي بي سي او 3 وهنا هتديك اف اي سي او 3، وده راسب وده راسب، يبقى الكربونات هترسب الاثنين، قول له غلط. كلوريد الصوديوم هيرسب الرصاص ومش هيرسب الحديد، يبقى دي برضو صح، يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ رقم ج. طيب السؤال بعد كده، بي اي 3 بي او 4 باي 2 مع سي اداله بي اي سي ال 2 كلوريد باريوم زائد حمض ضعيف، حمض ايه؟ حمض ضعيف. طيب الحمض الضعيف ده يا شباب اداله محلول ملح فاداله راسب اصفر، راسب اصفر، الحمض مبدئيا كده اتش 3 بي او 4. طيب يبقى ده كده اتش سي ال. هنا يبقى المحلول AgNO3 والراسب Ag3BO4 والحمض HNO كام؟ هنا ده الراسب. طيب الراسب مع ايه بيحدث ذوبان؟ يبقى ايه ده كده؟ NH4OH. طيب فبقول لي اذا علمت ان لون دليل الفينوليفسالين المحلول ايه؟ احمر وردي، يبقى ايه ده؟ مادة قاعدية. عشان ايه؟ طب عرفت منين يا مستر؟ عشان حصل ذوبان، لان يا مستر عندك فوسفات الامونيوم بتدوب في مين يا شباب؟ بتدوب في يا مستر الراسب الاصفر ده، بيذوب في مين؟ في حمض الايه؟ النيتريك او هيدروكسيد الامونيوم، بس هنا هو قال لي ايه؟ احمر وردي، يبقى دي ماده قاعديه، هيدروكسيد الامونيوم. ايا مما يلي صحيح، اول حاجه الماده ايه؟ يمكن اذابه الراسب اف اي او اتش باي 3، قول له غلط، ده بتدوب في الاحماض. الشق السالب في الراسب الاصفر هو اي، قول له لا، ده فوسفات. الماده سي لها نفس، فين الماده سي يا شباب؟ اهي اتش سي ال، لها نفس درجه ثبات الحمض غير القوي، قول له لا غلط. طيب الشق الموجب في الراسب الاصفر، الشق الموجب في الراسب الاصفر، في الراسب الاصفر يترسب باستخدام سي،
ممكن الفضه ارصبها باستخدام مين؟ باستخدام الاتش اي سي ال، يبقى فعلا الاي جي سي ال، يبقى اقول له الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم يا شباب رقم ايه؟ رقم د. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي وفقا للتفاعل التالي، اذا كان تعبر الماده ايه تعتبر تركيز الماده ايه؟ 1/10 حتى اصبح كام؟ 2/100 خلال 20 ثانيه، فان معدل استهلاك الماده بي خلال نفس الزمن. طب ايه المشكله؟ هات يا مستر عندي التغير في التركيز، انت كنت 1/10 ده بالنسبه لايه؟ بقيت كام؟ 2/100 على زمن قدره كام؟ 20 ثانيه. يبقى انا هنا يا شباب هقول له كام يا مستر؟ يلا كده مع بعض، 1/10 ناقص 2/100، خلينا سؤال زي قبل كده، 2 من ايه؟ من 100 على كام؟ على 20، هيساوي كام يا شباب؟ هيساوي 4 × 10^3. طب هو عايز استهلاك بي، اي استهلاك بالسالب، خلاص احنا اتفقنا. تعالى بقى ده ايه؟ الايه كام؟ الايه ب2، كل 2 من الايه بيدوك كام؟ معدل استهلاكهم 4 × 10^3، انت لسه مطلعها. طب هو عايز البي، يبقى الاربعه هيدوك قد ايه اكس؟ يبقى اكس بتساوي في الرقم ده في 4 × 10^3 كام؟ 3 على كام يا شباب؟ على 2، يطلع معاك الاجابه 8 × 10^3 كام؟ 3، يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ رقم ج. نبص كده يا شباب بعد كده في السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 12. طيب بيقول لي في التفاعل التالي اتش، طبعا دلتا اتش هنا كام؟ سالبه. طيب وهنا بيديني تفاعل باستخدام العبارات التاليه، هنكتب بقى اي، هنزود كلمه هنا، اي التغيرات الاتيه تؤدي الى الحصول على كلور اقل. كلور يا شباب اقل. طيب اول حاجه عايز اجيب كلور اقل، طيب يبقى انا ازود حراره، رفع الحراره دي صح، اضافه بي سي ال 3 صح، ازاله بي سي ال 3 قول له غلط، اضافه بي سي ال 5 قول له غلط، خفض الحجم يعني اقلل الحجم يعني ازود الضغط قول له ده صح، صح معايا. طيب خفض الحراره قول له غلط، يبقى انا محتاج الثلاثه دول مع بعض، اي واي في وكام يا شباب؟ و3، يعني 1 و4 و3، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ الف. يبقى انت في السؤال ده هتزود لي كلمه، اي التغيرات الاتيه تؤدي الى الحصول على كلور اقل. طيب هنا يبقى عايزه يمشي عكسي، اضافه بي سي ال 3 رفع الحراره، خفض الايه؟ الحجم يعني زياده الايه؟ الضغط. يبقى هنا خفض الحجم معناها يا شباب زياده الايه؟ الضغط. طيب يبقى هنا كده يا شباب زياده خفض الحجم معناها زياده الايه؟ الضغط. السؤال بعد كده يا شباب رقم كام؟ رقم 13. بيقول لك ايه؟ ايا مما يلي يكون ترتيب المحاليل من حيث تركيز كاتيونات الهيدروجين، يعني من اعلى حامضيه، اعلى ايه؟ حامضيه، ده حامضي، ده قاعدي، ده قاعدي، ده متعادل، يبقى مين اعلى واحد؟ هيبقى ايه؟ ايه اعلى واحد؟ طب بعد الايه هيبقى عندك الدي المتعادل، طب بعد كده السي عشان دي قاعده، دي قاعده اقوى من دي. طيب اقلهم بي، يبقى اقول له ايه؟ اكبر من بي، اكبر من سي، اكبر من مين؟ من دي، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب السؤال بعد كده يا شباب في التفاعل الافتراضي الاتي، تم اضافه 2 مول من A و2 مول من B في وعاء حجمه 1 لتر، اي مما يلي؟ هات التركيز 2 على 1 وهنا 2 على 1 بقت 2. طب هنا يلا يا شباب فاكر المساله دي كنت بقول لك ايه؟ وزن المعادله، البدايه ما تفاعل ما تبقى. طب تعالى كده هنا 2 ايه؟ يبقى هنا 2 ايه؟ طيب عايزين نعملها كده ايه في جنب كده. اول حاجه وزن المعادله، الوزن هنا كام؟ 2 وهنا 1 من البي وهنا السي 2 وهنا الدي 1. البدايه بدا ب 2 مول من ايه؟ هات التركيز، البدايه الايه؟ البدايه، يبقى هنا يا ولاد هنا كده كام؟ 2 وهنا 2 وهنا اكس وهنا كام؟ وهنا اكس. خلاص كده احنا لسه بادئين. طب او لسه بادئين هنا، دي صفر ودي صفر. خلاص كده يا شباب. طيب تعالى بقى هنا، بقى هنا كام؟ 2 مول، يبقى ده كده هيقل ما يتفاعل. طيب ده كده هيقل بمقدار كام؟ 2 اكس، وده كده هيقل بمقدار اكس، يبقى ده هيزيد بمقدار 2 اكس وده كده اكس. خلاص كده يا شباب. طيب يبقى اصبح ان ده كده 2 ناقص اكس وده 2 ناقص 2 اكس، ما تبقى 2 ناقص 2 اكس وده 2 ناقص اكس.
خلاص كده. فأي من ميال صحيح، هل الـ A ده كده الـ A وده كده الـ B وده كده الـ C وده كده الـ D؟ طيب فبقول لك ايه، تركيز الـ A أعلى من الـ B، قول له لا غلط. تركيز الـ A بيساوي الـ B، قول له غلط. طيب تركيز الـ B أعلى من الـ A، قول له آه صح. يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم د. يبقى تاني لما يجي لك سؤال زي كده بشتغل ازاي؟ وزن المعادلة البداية ما تفاعل ما تبقى. هنا الوزن 2 1 2 1، البداية هنا 2 2 0 0، اللي هيتفاعل من ايه كام؟ 2، يبقى ايه هيقل بمقدار 2 اكس. طيب هنا ده هيقل بمقدار اكس، هنا هيزيد بمقدار 2 اكس، ده كده اكس، تمام كده؟ طيب يبقى هنا 2 ناقص 2 اكس ده ما تبقى، طب هنا 2 ناقص 1 اكس يعني ده هيتبقى منه اكس وده كده صفر. فبيقول لي هنا هل تركيزي لايه؟ تركيز مين اكبر بقى؟ هنا طبعا لو انت جيت بصيت الاختيارات هتلاقي ان البي اكبر من مين؟ من ايه؟ يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طيب السؤال بعد كده، قام طالب بتوصيل خليه جلفانيه بخليه تحليليه وذلك لتنقيه مين يا اولاد؟ تنقيه فلز غير نقي من الشوائب، فلم تقل كتله الصاج غير النقيه، ما الكتله؟ ما الايه؟ ما الكتله؟ طيب تعالوا كده يا شباب، لو انا جيت كده بصيت كده يا شباب، اول حاجه طب مستر ادي كده، ده اللي انا عايز انقيه اهو، ده مين؟ ده موجب وده ايه؟ ده سالب، ده الغير النقي وده كده مين؟ النقي. فبيقول لك ما الخطا؟ توصيل الفلز النقي بكاسود الخليه التحليليه، بكاسود الخليه الايه؟ التحليليه. طب توصيل الفلز النقي قول له لا ده كده غلط. توصيل الفلز غير النقي بموجب الخليه الجلفانيه، قول له لا يا مستر ده مش خطا ده. طيب توصيل الفلز غير نقي بانود الخليه الجلفانيه، قول له يا مستر ده كده غلط. طب ليه؟ لان لو انا عايز اوصله هوصله بكاسود الخليه مين؟ الجلفانيه. يعني الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. جعل الفلز غير النقي انود في الخليه الجلفانيه، قول له اه صح يا مستر. يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ ج. يبقى تاني لو خليه جلفانيه هيكون الانود سالب والكاسود موجب، في التحليليه الانود موجب والكاسود سالب. طب مستر تعالى كده، توصيل الفلز غير النقي بانود الخليه مين؟ الجلفانيه. اه فعلا المفروض توصله بكاسود الخليه مين؟ الجلفانيه. الخليه اللي قدامك دي كده يا شباب دي كده خليه ايه؟ خليه جلفانيه. طيب لو تحليليه هيبقى ايه؟ العكس. صعب كده يا شباب؟ يبقى هنا توصيل الفلز غير النقي بانود الخليه الجلفانيه، اقول له لا ده انا بوصله بكاسود الخليه مين؟ الايه؟ الجلفانيه، اللي هو الكاسود بيكون قطب ايه؟ موجب، دي كده جلفانيه. التحليليه هيبقى ايه؟ عندك الايه؟ العكس، هيبقى عندك يا شباب الموجب الانود موجب والكاسود ايه؟ سالب. يبقى تاني السؤال بيقول لك يا شباب الخطأ اللي وقع فيه الكتله ما قلتش، توصيل الفلز النقي بكاسود الخليه التحليليه، اهو بكاسود الخليه التحليليه، توصيل الفلز غير النقي بموجب الخليه الجلفانيه، قول له لا ده غلط، اقول له اه صح بس دي صح يعني مش ده الخطأ اللي هو يقع فيه يعني. طيب توصيل الفلز غير النقي بانود الخليه الجلفانيه المفروض اوصله بمين؟ بكاسود الخليه الجلفانيه يعني بالقطب الايه؟ الموجب. يبقى الاجابه بالشكل اللي قدامك ده كده، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طيب السؤال رقم كام يا شباب؟ رقم 16، عند وضع ساق من عنصر اكس في محلول لايونات واي فقل تركيز واي، يبقى اكس انشط من واي. طيب فبيقول لي فاذا علمت ان تكافؤ واي ثلاثي، واي ايه؟ ثلاثي. طيب واي ثلاثي واكس احادي التكافؤ، يبقى هنزود هنا كمان اكس احادي الايه؟ التكافؤ. طب كمل بقى، يبقى معنى كده ان التلاتة اكس هتروح لتلاتة اكس موجب. طيب والواي موجب تلاتة هتكتسب تلاتة عشان تتحول الى واي. عدد مولات اكس الزائبة ثلاث امثال عدد مولات واي المترسبة، اللي هيدوم من ده تلاتة واللي هيترسب من واي واحد، يبقى الاجابة عندك رقم كام؟ رقم الف. يبقى انت في السؤال ده يا اولاد هعمل ايه؟ اكس احادي، هتزود كلمة احادي، وواي ثلاثي، خلاص كده؟ اكس هيفقد واحد، وواي هيكتسب تلاتة، يبقى لازم اخد من اكس تلاتة ومن واي كام؟ واحد، يبقى عدد مولات اكس الزائبة ثلاث امثال عدد مولات واي الايه؟ المترسبة، يبقى الاجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم الف. يبقى انا اركز في السؤال ده، سؤال حلو جدا. طيب السؤال بعد كده، بيقول لي هنا يا شباب الكروم حصل له اكسدة والكادميوم حصل له اختزال. هنا الكروم اكسدة والكادميوم اختزال،
طيب ناخد مين بقى؟ عايز الكاف ده الكاف، كاف ايه ده الكاف. طيب انا اعتمد على هنا، هاخد اكسبت الكروم اللي هي بكام؟ ب 74 من 100، و اختزال الكادميوم، اختزال الكادميوم بكام بقى؟ بسالب 402 من ايه؟ من 1000. لو جيت كده يا شباب اجمعهم كده مع بعض، كام بقى؟ 74 زائد كام بقى؟ سالب بوينت كده كام؟ 0 بوينت كام؟ 4 0 كام؟ 2. هيطلع معاك الاجابه رقم كام؟ رقم 1338 من ايه؟ من 1000. طيب السؤال بعد كده، في الخليه الجلفانيه الموضحه بالرمز الاتي عند اضافه قطرات من ان اي تو اس، ده الاس كده هتلاقي في راسب بي بي اس. اول حاجه يزداد تركيز ايونات البي بي موجب 2، قول له لا ده يقل. تزداد قيمه الام اف، قول له لا ده هتقل. يقل زمن استهلاك البطاريه، البطاريه في راسب هيتكون، فمعنى كده ان البطاريه هتستهلك بسرعه. يزداد زمن مرور التيار، قول له لا ده هيقل، يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ ج. السؤال بعد كده في التفاعل الاتي، تعالى بقى ده كان موجب 2 بقى هنا موجب 4. طب يلا كده نرسم، يلا يا شباب. يحدث عند القطب ده السالب وده الموجب، ده السالب وده الايه؟ الموجب. طيب تعالى بقى هنا السالب كان البي بي بيتحول الى بي بي موجب 2، وهنا البي بي موجب 4 بيتحول الى بي بي موجب 2. طب هنا البي بي موجب 2 هيتحول الى 4، يبقى معنى كده ده هيحصل عند القطب الموجب، يبقى القطب الموجب ده غلط وده غلط، بس القطب الموجب اثناء عمليه الايه؟ الشحن، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. خلي بالك من الحته دي قوي، ده كده تفريغ الاقطاب زي ما هي، ولكن في الشحن العمليات بتايه؟ بتنعكس. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يا شباب اذا علمت انه يمكن استخدام معلقه من العنصر اكس في تقليب واي، تقليب ايه؟ واي، يبقى اكس واي انشط من اكس، ويمكن حفظ محلول يحتوي على ايونات اكس في اناء مصنوع من مين؟ من زد، يبقى زد اقل نشاطا. اي التفاعلات الاتيه تتم بشكل تلقائي؟ زد مع واي، زد يحصل لها اكسده اقول له غلط، اي زد اكسده اقول له غلط. طيب هنا بقى الاكس اكسده والواي اختزال قول له غلط، الاكس اكسده والزد اختزال قول له صح، ده كده تفاعل تلقائي، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم د. طيب السؤال اللي بعد كده عند تفاعل 1 مول من الايثيلين مع 2 مول من الكلور في ظروف ايه للتفاعل؟ طيب الايثيلين اهو يا اولاد C2H4 لما يتفاعل مع الكلور هيديك مين؟ مع 2 مول هيديك مين؟ C2H4Cl2. طيب هيتفاعل مع مول كلور كمان، ما هو في مول كلور باقي كمان، هيتفاعل مع تفاعل استبدال بقى CH كام؟ CH2Cl2. طيب يتكون مشتق الكين، قول له لا غلط، مشتق الكين قول له غلط كده، مشتق الكان يحتوي على مجموعه ميثيلين واحده. طيب مشتق الكان لا يحتوي على مجموعات ميثيلين، قول له لا غلط، ده في مشتق الكان بيحتوي على مجموعه ميثيلين. اول حاجه C2H4 خد مول كلور فاداله C2H4Cl2، هيتفاعل مع مول كلور كمان في وجود يو في تفاعل استبدال، فCH2Cl زي ما هي طبعا هيتم على ذره الكربون الطرفيه، فبقى هنا يا اولاد مين بقى؟ CHCl كام؟ 2. هنا 1 و1 و2 ثلاثي كلورو ايثان، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ ج. السؤال بعد كده اذا عند 25 كان تركيز حمض الهيدروفلوريك كذا وقيمه البي او اتش له كذا، مش ده حمض، هات البي اتش، يبقى البي اتش بتساوي 3.8 من 10، يبقى الاتش بتساوي 10 اس سالب 3.8 من 10. طيب في هذا المحلول، طيب في هذا الايه؟ المحلول. طيب فين قيمه كي سي؟ قيمه ايه يا اولاد؟ ايه كي سي؟ طب ما كي سي بتساوي نواتج على متفاعلات. طيب وهنا مديك تركيز حمض الهيدرو ايه؟ فورميك، وعندك هنا تركيز الهيدرونيوم كمان، تركيز الايه؟ الهيدرونيوم. طيب تعالى بقى يا شباب كده نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. انت المفروض هنا لو انت عايز تجيب مين؟ عايز تجيب الايه؟ الكي سي. طيب احنا اتفقنا يا شباب ان انت عندك الكي سي بتساوي ايه؟ بتساوي نواتج على متفاعلات. لو انت جيت كده يا شباب الكي سي عندك عشان ايه؟ كي سي بتساوي نواتج على ايه؟ نواتج على متفاعلات. طيب تعالى بقى نواتج على متفاعلات، انا عايز اجيب مين الاول؟ هجيب انا معايا كده معايا الاتش. طيب عايز اجيب الكي سي، يبقى الكي سي بتساوي طبعا الاتش اف معايا التركيز بتاعها، طيب وده بيساوي ده،
يبقى عندك كده يا شباب المفروض بقى حته بقى حلوه بقى الله يكرمك عشان تبقى انت واخد بالك منها. المفروض ال HF بيضيف في الميه، بيضيف فين؟ في الميه. خد بالك ال HF بيضيف في الميه، بيضيف فين؟ في الميه. بيضيف فين؟ في الميه. عشان يديك دي، شفت الخدعه؟ في خدعه هنا. ال HF المفروض بيضيف في الميه عشان يديك ايونات الاف والهيدرونيوم، خد بالك. فهنا عاكس الايه؟ المعادله. طيب هات كيسي الاول، هات كيسي للتفاعل ده، نواتج على متفاعلات، نواتج على ايه؟ متفاعلات، نواتج على متفاعلات، المفروض هنا العكس. فهنا طبعا ده بيساوي ده، خد بالك المعادله دي معكوسه. تاني السؤال ده رقم 22، المعادله بتاعتي معكوسه، السؤال رقم 22 تاني، المعادله بتاعتي معكوسه، يعني رجع المعادله لاصلها الاول. طيب ده كده متفاعلات وده كده نواتج، يعني اصل المعادله اتش اف زائد هيد ميه بيديك اتش 3 او موجب زائد اف سالب عند الاتزان، ده بيساوي ده، يعني الكيسي بتساوي اتش 3 او لكل تربيع، ما هو ده بيساوي ده على اتش اف، فهيساوي كام بقى؟ الهيدرونيوم انت لسه مطلعه 10 اس سالب 3 و8 من 10 لكل كام تربيع على التركيز بتاع اتش اف 3 75 في 10 اس سالب 5. لو جيت تحسبها، يلا نحسبها كده مع بعض. طيب احسب كده مع بعض، كده كام؟ 10 اس سالب 3 5 3 وكام؟ 8 من 10 الكل تربيع على كام بقى يا شباب؟ 3 75 في 10 اس سالب 5 يطلع معاك بستة وتسعة وستين في عشرة أس سالب أربعة. ستة وتسعة وستين في عشرة أس سالب كام؟ أربعة. بس أنا مش عايز دي، أنا عايز المقلوب بتاعها، يبقى واحد على أنص هيساوي كام؟ 1492 وتسعة من عشرة، يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ ألف. سؤال تحفة، ركز بقى معايا فيه تاني. أول حاجة المفروض ان الاتش اف بيتفاعل مع الميه عشان يديك الهيدرونيوم والاف، يعني المعادله دي معكوسه. هات اصل المعادله اتش اف مع الميه هيديك اتش 3 او موجب زائد اف سالب، اتفقنا؟ طيب جبت الكي سي نواتج على المتفاعلات عند الاتزان ده حمض ضعيف، مقدار ما ينتج من الهيدرونيوم هو مقدار ما ينتج من الاف، يبقى اتش 3 هو كل تربيع على اتش اف. جبت الكي سي طلعت معايا بكام؟ ب 6 وكام؟ و69 في 10 سالب 4. انا عايز مين؟ عايز كي سي بقى للمعادله دي اللي هي المعكوسه. يبقى كي سي بتساوي المقلوب واحد على ست وتسعة وستين في عشرة أس سالب كام؟ أربعة. يطلع معايا الرقم ده، يعني كي سي، كي سي تساوي هنا المقلوب بعد ما تحسب. ارجع تاني، يبقى تاني عملت ايه؟ المعادلة مدهالي عكستها الأول، جبت أصلها وجبت الكي سي نواتج على متفاعلات اللي هينتج من الهيدرونيوم هو مقدار، هو مقدار ما ينتج من الاف، فطلعت الكي سي بتساوي هيدرونيوم تربيع على تركيز الاتش اف، مفيش مشكله. جبت الكي سي طلعت معايا 6 و69 في 10 سالب 4. طيب عارفك اللي انت هتروح تختارها جيم، قول له غلط. طب اعمل ايه؟ هو عايز بقى المعادله دي الموجوده عندك، يبقى هعمل ايه؟ هعكس المعادله، ولما اعكس المعادله يبقى كي سي بتساوي المقلوب، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ الف. سي 2 اتش 4 مع اتش سي ال هيديني سي 2 اتش 5 سي ال، سي 2 اتش 5 او اتش مع اتش سي ال هيديك سي 2 اتش 5 سي ال. طيب سي 2 اتش 4 مع او اتش سي ال او اتش باي 2 ده كده الاسيلين جلايكول مع اتش سي ال هيديني سي 2 اتش 4 سي ال 2. عايز الكتله، مين اعلى كتله؟ هيبقى السي، السي اعلى كتله، والاي والبي بيساوي بعض، يبقى السي اعلى من البي والبي والاي بيساوي بعض، يبقى الاجابه عندك تبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب السؤال بعد كده يا شباب رقم كام؟ رقم 24، عند اضافه كميه من الميه الى حيز التفاعل، ده حمض ايه؟ ده قاعده ضعيفه. طب طالما قاعده ضعيفه يبقى هنا مقدار يزداد التآيون. طب طالما يزداد التآيون يزداد تركيز ايون الهيدروكسيد لنشاط التفاعل في الاتجاه الطردي، يزداد تركيز ايون الهيدروكسيد طيب لنشاط التفاعل في ده، اصلا ده انت كده كده دي قاعده بضيف لها ميه يعني تركيز الاو اتش بيقل، اي حاجه فيها مستر هنا يزداد تركيز ايون الهيدروكسيد قول له غلط. تزداد قيمة الكي بي، قول له الكي بي اصلا ما بتتغيرش غير بتغير درجة الحرارة. تزداد قيمة البي اتش، حبيبي ده الاو اتش كده بت ايه؟ بتقل، يعني البي اتش بتقل، قول له غلط.
يزداد عدد مولات ايونات الهيدروكسيل لزياده تاين النشاط. نقول له صح، عدد مولاتها هيبدا يزيد، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. يبقى تاني دي قاعده ضعيفه. طيب القواعد الضعيفه لما اضيف لها ميه تركيز الاو اتش بيقل، البي اتش بتقل، الاتش بتزيد، البي او اتش بتزيد. طيب يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ رقم ب. الاسم الشائع لكلوريد الالكيل المناسب لتحضير 2 ميثايل 2 بروبانول. 2 ميثايل 2 بروبانول، 2 ميثايل 2 بروبانول. اه يا مستر، طب اعمل ايه؟ اشيل الاو اتش واحط سي ال، عايز الاسم الشائع 1 2 3 4 يبقى كلوريد بيوتايل ثالثي، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ ج. السؤال رقم 26 اي بي سي ثلاث مشتقات هيدروكربونيه. قال لك مشتقات ايه لا يمكن اكسدته او اختزاله؟ يبقى اللي لا يمكن اكسدته او اختزاله عندك حاجتين، عندك مين؟ هيبقى استر. هيبقى مين؟ استر او اسير، استر او ايه او اسير. يبقى الالدهيد قوله غلط، كيتون بيختزل قوله غلط، الفركتوز بيتاكسد ويختزل، الفركتوز بيتاكسد ويختزل. طيب تعالى بقى بي ايزوميل كيتون عديد الهيدروكسيل، يبقى ده كده يا شباب كيتون عديد الهيدروكسيل، يبقى ده كده الفركتوز، يبقى التاني هيبقى جلوكوز. ده ايزوميل كيتون يبقى بي ده كده فركتوز، والايزومير بتاعه ايزوميل لو جلوكوز، يبقى معنى كده ان ايه؟ هيكون اسير، وبي هيكون الدهيد عديد الهيدروكسيل. يبقى انت من السؤال قال لك ايه لا يمكن اكسدته او اختزاله؟ اسمع كلمه لا يمكن اكسدته او اختزاله، يبقى على طول كده يا شباب الايه حاجتين، يا اسير يا استر، يا اسير يا ايه يا شباب، يا ايه يا استر. يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب بي ايزوميل كيتون عديد الهيدروكسيل، انت كان عندك الجلوكوز والفركتوز، الجلوكوز سكر الدهيدي والفركتوز سكر كيتوني. اول ما تسمع كيتون عديد الهيدروكسيل يبقى عندك فركتوز، لو قال لك الدهيدي يبقى جلوكوز، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده يا شباب رقم كام؟ رقم 27 بالتقطير الجاف للمركب المقابل، هعمل له تقطير جاف، يبقى هعمل ايه زي ما علمتك؟ هشيل كل دي كده واحط مكانها اتش، يبقى هيديك المركب ده كده اهو يا مستر. يبقى المركب ده هعمل له تعادل اهو، ادينا يا مستر المركب الجميل ده كده سي اتش 2 او اتش سي او او ان ايه، هعمل لها تقطير جاف ان او اتش سي اي او، يبقى هنا سي اتش 2 او اتش، وهنا طبعا خلاص دي كده راحت، يبقى يديك كحول ايه؟ بنزيلي، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ الف. طيب الكحول البنزيلي طبعا لو عملت له برضك اكسده تامه هيديك حمض بنزويك، حمض يا شباب حمض بنزويك، بنزالدهيد ثم بنزويك، يعني ده لو انت عايز بقى الحته دي بس انا مش محتاجها هنا، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم الف. طيب السؤال بعد كده اي بي سي ثلاث مركبات عضويه، عند اضافه محلول ثاني كرومات البوتاسيوم الى كل منهم وجد ان ايه فقط تغير لون المحلول وكل من بي وسي لا يتغير. تعالى بقى يبقى ايه بيتاكسد؟ ايه بي ايه بيتاكسد؟ طيب ايه بيتاكسد؟ سي 3 اتش 6 او، يبقى ده كده حمض ما بيتاكسدش. سي 6 اتش 8 او كام؟ او 7. طيب سي 6 اتش كام؟ اتش 8 او كام يا شباب؟ او 7. طيب هنشوف المركب ده ايه دلوقتي. طيب سي اتش 2 او ده كده يا مستر اتش سي اتش او ده كده بيتاكسد، وده كحول ميثيلي بيتاكسد اهو، في اي مشكله كده؟ طيب عايز اعرف بقى مين سي 6 اتش 8 او 7. طب سي 6 اتش 8 او 7 يا شباب متماشيه مع الصيغه. طيب لو احنا جينا كده نشوفها مع بعض، متماشيه سي 6 اتش كام؟ اتش 7 او كام؟ ده كده يا شباب حمض سي 6 اتش 8 او 7 ده كده متماشيه معاه صيغه حمض السيتريك سي اتش 2 سي او او اتش اتش او سي سي او اتش سي اتش 2 سي او اتش، يبقى ايه ده كده حمض السيتريك. طب حمض السيتريك يا اولاد لو جينا بصيت ما بيتاكسدش اصلا، يبقى ده كده غلط خلاص. طيب تعالى بقى وكل من بي وسي لم يتغير اي لون، اي الاختيارات الاتيه تعبر عن الضروره؟ سي ما بيتاكسدش، ده بيتاكسد عشان ده برضك نفس الكلام، ده ميثانول بيتاكسد، يبقى اذا الاجابه عندك وده كده طبعا ده ايه؟ ده حمض. ده كده مين؟ ده يا مستر كده ده حمض مين يا شباب؟ لو جيت تبص عليه كده ده كده حمض سي اتش 3 سي او او اتش، يبقى ده كده حمض الاسيتيك، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ ج. يبقى انا السؤال هنا ايه فقط تغير لونه؟ يبقى ايه؟ خلاص مين اللي بيتاكسد؟ الكحول الاول، الكحول الثانوي، الالدهيد الايه؟ الالدهيد الالكي، كل ده بس في وسط حامضي. طيب الكحول
الالكين في وسط قاعدي. طب انا كده خلاص معايا كده، يبقى ايه ده؟ كحول او الدهيد، خلاص متحققه هنا اهي. طيب قال لك ان بي وسي ما بيتاكسدوش، مين اللي ما بيتاكسدش؟ الكيتون، الايثير، الاستر، كل ده ما بيتاكسدش، الالكان، كل ده يا مستر. يبقى عندك الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ج. السؤال بعد كده، سي 6 اتش 6 بنزين مع كلور اداك كلورو بنزين مع ان او اتش اداك فينول. طيب مع 3 اتش ان او 3 ادانا يا مستر هنا كده تراين نيتروفينول، ماده متفجره. فان استخدامات بي وسي، بي وسي بي ماده متفجره، قول له لا غلط. خلاص كده؟ طيب بي صناعه الاصباغ، صناعه الايه؟ الاصباغ. لا قول له اصلا الفينول ما بيستخدمش في صناعه الاصباغ خالص. اتفقنا كده؟ طيب تعالى بقى، يبقى انت عندك كده الف وب ايه؟ الف وب يا شباب كده ايه؟ استبعدناها، الف وب ايه؟ استبعدناها. طيب طب تعالى بقى كده، لو جينا بقى نبص على مين بقى يا شباب؟ على بي. بي اللي هو الفينول، تحضير مستحضرات حمض السلسليك، بستخدمه يا مستر كماده اوليه في تحضير حمض السلسليك، قول له صح. سي ماده متفجره، صح، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طيب نشوف بقى يا شباب هنا كده، ادرس المخطط التالي. بيقول لي يا مستر اكس تفاعل مع 2 اتش بي ار، يبقى اكس ده القاي، وفره فاداله زد. خلاص؟ طيب زد هنا يا شباب كده، ده لما يتفاعل الالكين ده، الالكين ده لما يتفاعل مع وفره من كي او اتش. طب يلا كده نشوف، لو انا اعتبرت، اعتبر معاه اي الكين عادي. طيب اعتبرته، لو انا اعتبرته مثلا كده ايثانول، ايساين، ايثانول، ماشي، فورمالدهيد. طب دي هستبعدها اصلا كده خالص. طب العب على الثلاثة الاول، تعال نعتبر ان اكس ده بروبين اهو، ضيف الاتش بي ار. لما اضيف له اتش بي ار، اول مول هنا اتش وهنا بي ار، كسر الرابط، هضيف مول كمان كسر الرابط، فده كده هياخد اتش وده كده هياخد بي ار. فلما اعمل يا شباب تحلل قاعدي، يبقى ده هياخد مين؟ او اتش، وده هياخد او اتش، بس ده كده مركب غير ثابت. عشان يستقر هنزع مول ميه عشان يديني في الاخر سي اتش 3، سي هنا او، هنا سي اتش كام؟ 3. طب ما كده يا مستر المركب ده بروبانول، قول له غلط. ايثانول، قول له غلط. بروبانون، قول له صح. يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم د. من الاسئله الحلوه قوي 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 يعني. طيب السؤال بعد كده، سي ان اتش 2 ان، عملت له اكسده، يبقى ده كده الكين. لما تعمل له اكسده هنا اداك كحول ثنائي الهيدروكسيد. طيب عمل له عمليه اكس فاداله مركب واي. طيب نشوف كده يا شباب، اول حاجه فان العمليه اكس والصيغه العامه للمركب كام؟ للمركب واي. ده كحول ثنائي الهيدروكسيد، يبقى ده كده سي اتش 2 او اتش، هنا سي اتش 2 او اتش. طيب ممكن يكون يا اكسده اضافه كلوريد الهيدروجين، اضافه فلز الصوديوم، هنشوف. طيب اول حاجه ناخدها واحده واحده، هعمل له قسطرة والصيغة العامة CnH2nO4R2، R كام؟ R2. طيب احنا عايزين ناخدها واحدة واحدة كده ونشوف السؤال هيبقى ماشي ازاي. طيب ده لو عملت له اكسدة هيديك COO، COO هنا H وهنا H، ده لو انت عملت له مثلا عملية اكسدة. فبقول لك ايه؟ X قسطرة مع RCOOH والصيغه العامه للمركب يا شباب. طب انا لو عملت له يا شباب قسطره، عملت له ايه؟ قسطره. طب لما اعمل له قسطره هشيل الاتش من هنا، هشيل الايه؟ الاتش من هنا. خلينا واقعيين كده، ادي كده سي اتش 2، سي اتش 2 هنا او، سي او وهنا او، هنا سي او، هنا ار وهنا ار. هتبقى الصيغه العامه بتاعته في كام كربونه؟ 4. كم هيدروجينه؟ 2 و2، 2 و2 كام؟ 2 و2 4، 4. طب ودي 4، يبقى دي كده غلط. اكسده تامه والصيغه العامه للمركب واي. طيب سي ان اتش ان او 4 في كم كربونه؟ 2. كم هيدروجينه؟ 2. كم اكسجينه؟ 2 و4. يبقى سي ان اتش ان او 4، يبقى فعلا الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. يبقى الاجابه عندك رقم كام؟ ب. يبقى الاجابه ايه؟ ب. طيب
نشوف كده مع بعض السؤال رقم كام؟ رقم 32. بقول لك يا شباب رقم 32، لو جينا كده نشوف السؤال رقم 32، كل الخطوات التاليه يمكن تحويل مركب صيغته العامه سي ان اتش تو ان الى مركب صيغته العامه سي ان اتش تو ان او 2. اكسده في وسط قلوي، ليسين هيديني سيلين جلايكول، لما اكسده هيديني مين بقى؟ حمض اوكزاليك. طب هل حمض الاوكزاليك متماشي مع الصيغه دي؟ ده سي ان اتش ان او 4، ده مش متماشي مع الصيغه دي، يبقى دي كده غلط. طيب بقول لك ما عدا هدرجة هيديك إيسان، هلجنة كلورو إيسان، تحلل مائي إيثانول، أكسدة تامة هيديك حمض، صح. إضافة كلوريد الهيدروجين كلورو إيسين كلورو إيسان، تحلل مائي إيثانول، أكسدة تامة إداك حمض. هيدرة حفظية إداك كحول، أكسدة تامة إداك حمض، يبقى إذا الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم أ. طيب السؤال اللي بعد كده بقول لك يا شباب عند التحلل المائي الحامضي لايزومرات الصيغه الجزيئيه سي 4 اتش 8 او 2 كلا على حده، فان المركب الذي له اعلى درجه غليان، صلوا على النبي. المركب ده ممكن يعمل لك ثلاث حاجات، اول حاجه استر ايثانوات، استر ميثانوات البروبايل، استر ايثانوات الايسايل، استر بروبانوات الميثايل. طب مين المركب اللي هيبقى ليه على درجة غليان؟ الحمض، يبقى استبعدت دي واستبعدت دي. طب ده في كم كربونة؟ 3 وده في 4، أصلا ده المركب كله كحول وحمض فيه 4، فدي كده غلط، يبقى أقول له يا مستر تبقى الإجابة عندك رقم جام ج الحمض. السؤال بعد كده رقم كام؟ 34. بقول لك إيه؟ اف اس او 4 سخنها فإداله اف اي 2 او 3، اختزلها عند 500 يبقى إداله مين؟ اف اي او. طيب زائد اس او 2 عشان ده بيتاكسد اهو اس او 2 وهنا اس او كام؟ 3. ده لما يدوب في الميه هيديك حمض. طيب اس او 2 لما يتاكسد هيديك اس او كام؟ 3. طب تعالى بقى كده، اول حاجه بي اس او 3 قول له لا غلط، دي اف اي او صح، وسي اس او 3 فعلا صح، دي اف اي او وسي اس او كام؟ 3، قول له دي صح. طب كمل كده ج اف اي اف اي 3 او 4، اي اف اي 3 او 4 قول له غلط، سي اتش 2 اس او 3 قول له لا غلط، سي ده سي اس اي اتش 2 اس او 3 قول له لا ده اتش 2 اس او 4، يبقى الاجابه عندك تبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده يا شباب رسب بني محمر، رسب ابيض مخضر، رسب اصفر يذوب الرسب الاصفر. طب يبقى هنا زد هنا ان اتش 4 او اتش، ابيض مخدر يبقى عندك هنا حديد 2، بني محمر يبقى عندك هنا حديد 3. انا كده معايا حاجه يذوب الرسب الاصفر، معايا حاجه فيها فوسفات. طيب اول حاجه ايه؟ هيدروكسيد امونيوم، قول له غلط. طيب ويوديد فضه، اصلا مفيش حاجه هنا يوديد فضه. اكس كلوريد حديد 3، اكس كلوريد حديد 3 قول له لا غلط. واي كلوريد حديد 3، كلوريد حديد ايه؟ 3. وزد فوسفات فضه، زد فوسفات فضه قول له غلط. طب اكس كلوريد حديد 3، لا ده احنا ثواني، احنا كده هنستبعد اي حاجه فيها يوديد فضه، استبعدت دي واستبعدت دي. تعالى بقى هنا كده اكس، اكس هنا يا شباب كلوريد حديد 3، اكس كلوريد حديد 3، كلوريد حديد ايه؟ 3. طيب لو انا اعتبرت ان دي هيدروكسيد امونيوم فضه كده خلاص استبعدت، لو انا اعتبرت ان اكس كلوريد حديد 3 ماشي، اكس كلوريد حديد 3 اقول له لا غلط، ده كلوريد حديد 2. واي كلوريد حديد 3، واي كلوريد حديد 3 ماشي، اف اي سي ال 3. وزد فوسفات فضه ماشي، اي جي 3 بي او 4، يبقى عندك ANH4OH وده كده FeOH باي كام؟ باي 2، وإكس هنا هتبقى FeCl كام؟ 2. يبقى أنا محتاج هنا يا شباب أول حاجة واي كلوريد حديد 3، كلوريد حديد 3 مع إيه اللي هو هيدروكسيد أمونيوم هيديك رسب بني محمر صح. طيب هيدروكسيد أمونيوم مع AG3BO4 بيذوب الرسب الأصفر زد، ما هو ده الرسب الأصفر زد، ده كده الرسب الأصفر، يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طيب السؤال بعد كده يا شباب رقم كام؟
رقم 36 بيقول لك اضيف 50 ملي من محلول حمض الهيدروكسيل بتركيزه 2/10 الى 150 ملي من حمض هيدروكسيل محلول هيدروكسيل الصوديوم تركيزه 25%، ثم اضيف محلول حمض كبريتيك لمعادله الزياده. نفس فكره مساله ثانويه عامه السنه اللي فاتت. اعمل يلا كده معادلتك. اول حاجه HCl مع هيدروكسيد الايه الكالسيوم، اوزن المعادله هنا 2، هات هنا ام في على ان وهنا ام في على ان. طيب هنا اول حاجه 50 ملي من حمض الهيدروكلوريد يبقى 50 على 1000 يبقى 5/100 في التركيز 5/10 على الان بتاعته ب 2. طب هنا لو جيت احسبها كده يا شباب، يلا نحسبها كده مع بعض، 5/100 في 5/10 على كام؟ على 2، هيساوي كام؟ 0.012 كده 5. طيب تعالى بقى للقاعدة، القاعدة 150 يبقى هنا 150 أحول من ملي لتر أقسم على 1000 وأضرب في 10 سالب 3 في التركيز 25/100 على طبعا كل ده على كام؟ على 1. يبقى هنا كده يا شباب 150 في 10 أس سالب 3 في 25/100 يساوي كام؟ 3.75 في 10 أس سالب كام؟ أس سالب كام يا شباب؟ أس سالب 3. طيب أعمل إيه؟ صلى على النبي. بيقول لك ثم أضيف لمعادلة الزيادة من القلوي. طب تعالى كده، هنا عدد مولات القاعدة أكبر من الحمض، يبقى ده محلول قاعدي. محلول إيه؟ قاعدي. عايز أجيب الزيادة بقى، يبقى ناقص 0.012 كام؟ 5. يطلع معاك الإجابة. طيب هنا كام؟ فإن عدد مولات القلوي إيه إزاي ده؟ طيب هنا هيدروكسيد 25/100 وهنا 150 في 10 سالب كام؟ 3. طيب يبقى هنا كده يا شباب، أدي كده نحسبها تاني، 150 في 10 أس سالب 3 في كام بقى؟ في 0.2 كام؟ 5 على كام؟ على 1. تطلع معاك يا شباب، تطلع معاك كام؟ لو جيت تحسبها تطلع معاك 0.03 كام؟ 7/5. لو لاحظت حاجة هتلاقي إن عدد مولات القاعدة أكبر من الحمض، يبقى ده محلول قاعدي، يبقى ناقص 0.0125 يطلع معاك عدد المولات الزايدة 25/1000. يبقى استبعدت دي واستبعدت دي، عندي أ يا ب. يبقى تاني جبت عدد مولات الحمض وعدد مولات القاعدة، القاعدة أكبر من الحمض يبقى ده محلول قاعدي، هجيب الزيادة هطرح الاتنين من بعض. طب أعمل إيه؟ فبقول للزيادة، أنت كده الزيادة معاك 25/1000. بقول لك يا شباب، حمض كبريتيك لمعادلة الزيادة من القلوي، فإن عدد مولات القلوي الزائدة وكتلة الرسب، وكتلة الإيه؟ الرسب، خلاص كتلة الرسب، صلى على النبي. أنت عارف لما تفاعل حمض كبريتيك كده، عايزين نكتبها هنا كده بجنب، حمض كبريتيك لما تفاعله مع هيدروكسيد باريوم، هيدروكسيد ايه؟ كالسيوم، هيديك راسب سي اي اس او 4. يبقى كده يا اولاد اصبح ان انت عندك كده، احنا خلاص استبعدنا جيم موديل اهي. كده عندك هعمل علاقه ما بين حمض كبريتيك، حمض ايه؟ حمض كبريتيك، عايز اعملها لك كده بشكل اوضح، حمض كبريتيك ادي كده اتش 2 اس او 4 والراسب بي اي اس بي اي سي اي CaSO4 ده الراسب. هنا كم مول؟ هو عايز مين؟ عايز عدد مولات القلوي وكتلة الراسب، وكتلة الايه؟ الراسب. طيب وثم وظيفة محلول حمض الكبريتيك لمعادلة الزيادة من القلوي، الزيادة منين؟ من القلوي. طيب فتكون راسب. يبقى هنا يا شباب أنا مش عايز حمض الكبريتيك خالص، أنا عايز أعمل علاقة ما بين هيدروكسيد الباريوم Ba هيدروكسيد الكالسيوم والراسب اللي هو مين بقى؟ CaSO4. طيب هنا بقى، هنا كم مول؟ 1. عدد المولات الزايده 0.025، دي مديها لي CaSO4 ب 136 وهنا اكس. يبقى تاني هعمل علاقه ما بين هيدروكسيد الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم والراسب، هجيب اكس، يبقى اكس بتساوي كام يا شباب؟ 136 في 0.025
على كام يا مستر؟ على واحد. تطلع معاك بكام يا شباب؟ بتلاتة واربعة من ايه؟ من عشرة. يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب السؤال بعد كده يا شباب، يبقى السؤال ده تاني عشان بس ايه الناس ما تتوهش. حمض الهيدروكليك وهيدروكسيد الكالسيوم، جبت عدد مردة وعدد ملدة، دي طلعت يا مستر معاك ب بكام؟ ب 125 من 1000، ودي طلعت ب 375 من ايه؟ من 1000. كده المحلول ده قاعدي، جبت عدد المواد الزايده طرحت ده من ده اداني 25 من ايه؟ من 1000. عايز الكتله، عملت علاقه ما بين هيدروكسيد الكالسيوم والراسب. طب هنا 1 مول بيديك 136، يبقى ال 25 من 100 بيديك اكس، باكس تطلع 3.4 من ايه؟ من 10. الصيغه سي 3H8O، سي 3H8 الكان مرتبط بO تعبر عن ثلاث مشتقات. يبقى كده خلاص يا شباب، سي 3H8O يبقى ده كحول. اول حاجه ايه؟ لا يتفاعل مع الصوديوم، يبقى كده على طول ايه ده؟ هيبقى ايسير. بي يحتوي جزيئاته على مجموعتي ميثيلين، مجموعتين ميثيلين، يبقى سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش. طيب سي يحتوي على مجموعه ايزو الكايل، يبقى سي اتش 3 سي اتش كام 3، هنا اتش وهنا او اتش، دي مجموعه الايزو. فبيقول يا شباب اي مما يعبر عن A وB وC، ايه ده؟ كده خلاص عرفنا ان هو يسير. طيب سي كحول ثانوي، سي كحول ثانوي، اه صح، سي كحول اولي يقول له لا غلط، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. السؤال بعد كده، اول حاجه اذا علمت ان جهد اختزال الكروم كذا والحديد كذا، مين انشط من مين يا اولاد؟ لو جيت تبص كده هتلاقي حول لاكسده، هتلاقي ان الكروم انشط من الحديد. اي مما يلي صحيح لحمايه كل من الفلزين من التاكل، عايز احمي يبقى الحديد هغطيه بالكروم، تغطيه يا مستر الحديد بالكروم. طيب تغطيه الحديد بالكروم، طب تعالى كده نشوف. اول حاجه يا شباب تغطيه الحديد بالكروم، لو غطيت الحديد بالكروم، غطيت الحديد بالايه؟ بالكروم. هو بيقول لك اي مما يلي صحيح لحمايه كل من الفلزين من التاكل، هعمل الحديد الاول، يبقى الحديد هغطيه بحاجه انشط منه، تغطيه الحديد بالكروم، يبقى حمايه انوديه، يبقى عندك الاجابه هتبقى رقم كام؟ ا. السؤال هنا بقى هتوقف بقى، صلى على النبي. الحديد مش هيتاكل، الكروم المفروض هيحصل له اكسده، بس كنا دايما بنقول ان الكروم لا يتاثر بفعل العوامل الجويه، طب ليه؟ لان الكروم بيكون مع الاكسيد، بيكون مع الهواء الجوي طبقه من الاكسيد غير مسميه تمنع تاثره بالهواء الجوي، يعني الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ ا. تغطيه الحديد بالكروم وتبقى حمايه كاثوديه، طب ما كده الحديد اصلا كده هيتاكل، انا عايز الاثنين ما يتاكلوش. الكروم كده كده، تغطيه الحديد بالكروم، تغطيه الحديد بالكروم، الحديد عايز احمي الحديد، تغطيه الحديد بالايه؟ بالكروم، ماشي. ودي حمايه كاثوديه؟ لا ده حمايه انوديه. تغطيه الكروم بالحديد، الكروم هغطيه بالايه؟ بالحديد، وتبقى حمايه ايه؟ انوديه. ده كده يا مستر تغطيه الايه؟ الحديد، تغطيه الكروم بالحديد، ده كده حمايه كاثوديه. طيب تغطيه الكروم بالحديد، الكروم هغطيه بالحديد، الكروم هغطيه بالايه؟ بالحديد. طب ماشي الكروم هغطيه بالحديد، طيب ودي تبقى حمايه ايه؟ كاثوديه. طب ما كده الكروم هيتاكل والحديد هيتن زي ايه؟ ما هو طيب الكروم هغطيه بالحديد بس دي حمايه كاثوديه، يبقى احنا كده يا شباب عشان نحمي الحديد لازم تبقى حمايه ايه؟ كحمايه انوديه، يبقى معنى كده حمايه الفلزين من التاكل، يبقى انا رايح لحمايه انوديه افضل، يبقى هنا الحديد بالكروم هغطي الحديد بالكروم، الكروم مش الكروم هيحصل له اكسده والحديد هيتني زي ما هو، بس الكروم مش هيتاثر بفعل العوامل الايه؟ الجويه، يبقى عندك الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ا. طيب السؤال بعد كده يا شباب رقم كام؟ رقم 39، عند إضافة حجوم متساوية من ثلاث محاليل أحماض قوية أحادية البروتون قيمة بـ H لا كذا، فإن تركيز الهيدرون، لما التركيز بيساوي، التركيز بيساوي يا شباب هاخد تركيزات كل دول كلهم، تركيز المحلول واحد واثنين وثلاثة، تركيز الأحماض كلها، عايز تركيز الهيدرون على مين؟ على الحجم الكلي، هات تركيز أول واحد يلا بالـ pH بـ3، يبقى الـ H بـ10 والسالب 3 زائد التاني هيبقى 10 والسالب 4، التالت هيبقى 10 والسالب 5، على الحجوم كلها هيبقى 3، لو جيت تجمعهم كده مع بعض 10 أس سالب 3 زائد 10 أس سالب 4 زائد 10 أس سالب كام؟ سالب 5، على الحجم الكلي يا شباب هيبقى كام؟ الحجم الكلي هيبقى كام؟ 3،
يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ 3 و7 في 10 أس سالب كام؟ 4. يبقى الإجابة هتبقى رقم كام؟ رقم ب. يبقى هنا جبت التركيز بعد كده على الحجم الكلي اللي هو كام؟ 1 و1 و1. يبقى كده الإجابة عندك تبقى رقم كام ب؟ السؤال بعد كده، التفاعلات التالية في ظروف مناسبة، طيب للحصول على المركبات، طيب تحلل مائي كالوري، يبقى كده كده كلوريد بروبايل، كلوريد بروبايل، ايزو بروبايل. بص بقى هو اتاكسد مرتين يبقى اول. ايه خلاص، لو انا اعتبرت ان هو كلوريد بروبايل هي كده بقى كحول، بي ده كده كحول، هيتاكسد هيديك بروبانول، اكسده تانية هيديك بروبان ويك. طيب يبقى ايه كلوريد بروبايل؟ سي بروبا نال، فعلا سي ده كده يا ولاد بروبانال، هيبقى الدهيد، بروبانال، برو بانال الدهيد، وده بروبانويك. طيب ايه كلوريد بروبايل؟ ماشي صح، سي بروبانال صح، دي بروبانول، دي بي بروبانول، دي قوله غلط بروبانول. طيب ايه، طيب ثواني كده يا شباب، لو احنا جينا كده ده كده ايه تحلل قلق، اداك بي، بي ده ايه؟ بي ده كحول، الكحول اول ما هيتاكسد، هو اتاكسد مرتين يعني كحول اولي. طيب كحول اولي يا شباب، طيب كحول اولي، كحول اولي، عشان بس نبقى احنا كده ماشيين مع ايه مع بعض كده، ده كده كحول ايه؟ كحول اولي. طيب الكحول الاولي كده هعمل له اكسده لانه مرتين، طيب هعمل له اكسده، يبقى اول حاجه هيديني سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش او، بروبانال، بروبانال، سي ده يا شباب بروبانال، خلاص كده. طيب هعمل له اكسده، لما اعمل له اكسده هيديني بروبانويك، بروبا ايه؟ بروبانويك. يبقى احنا كده يا شباب السؤال ده، طيب اول حاجه احنا كده عرفنا ان سي سي بروبا ايه كلوريد البروبايل، ودي هيبقى بروبانويك. سي بقى احنا هنا هنعدلها، بدل ما هي يا شباب بروبانول، بروبا ايه؟ بروبانول، هتبقى يا مستر هنا كده ايه؟ بروبا. ممكن نعمل حاجه حلوه، ممكن نعمل بدل سي دي كده يا شباب نعتبرها، بس هنا بيقول لي ايه وسي ودي، يبقى هنا بدل ما هي بروبانول هخليها ايه؟ بروبانال. يبقى تاني ايه كلوريد اسايل، خلاص مفيش مشكله. طب عرفت منين؟ ده اتاكسد مرتين فده كده خليط اولي، اتحلل هيديك كحول، هعمل له اكسده هيديك بروبانال، بروبا ايه؟ بروبانال الدهيد، هعمل له اكسده ثانيه يبقى بروبانويك. يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام ب؟ والسؤال ده خد بالك في تعديل، بدل كلمه بروبانول هتبقى بروبانال، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم سي. السؤال بعد كده، هنا سي 2 اتش 2 عملت له هدرجه جزيئيه، اداك سي 2 اتش كام؟ اتش 4، بالمره اداك بولي ايثيلين، ده بالمره اداني يا مستر هنا بنزين، البنزين كلوره اداك كلورو بنزين، كلورو بنزين تحلل مائي هيديك فينول، فينول بالمره مع اتش سي اتش او هيديك الاف اللي هو مين؟ الباكالايت، اللي هو يا شباب الايه؟ الباكالايت. طيب لو جينا كده يا شباب بيقول لك ايه؟ اول حاجه بي، طيب بي يستخدم في مواسير الصرف الصحي، ارجع للاستخدامات، ده البولو بروبين، بي جزيء عملاق مشبع، اه فعلا البولي ايثيلين ده عباره عن جزيء عملاق مشبع صح، واف جزيء عملاق شبكي غير مشبع، اه البقاليات ده غير مشبع. طيب كمل بقى، طيب يبقى هنا عندك الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم بي. طيب طيب هنا بيقول لك ايه في السؤال هنا؟ بي ينتج نتيجه تكاثف مع فقد جزيئات الميه، قوله غلط، بي يستخدم في صناعه السجاد والمفارش، واف يستخدم في صناعه طفايات السجاد، ده ما بيستخدمش في السجاد والمفارش، لان اللي بيستخدم في السجاد والمفارش ده البولي بروبين، فده كده غلط، فالاجابه عندك هتبقى رقم كام ب؟ وارجع لي مين بقى؟ للجدول البلمره والاستخدامات بتاعته. سي 2 اتش 5 او اتش 180 فهنا اداك اي سي، مع اتش سي ال اداك سي 2 اتش 5 سي ال، تسخين شديد ثم تبريد اداك اي ساين، اي ساين مع ايه؟ اي ساين مع انبوبه من النيكل مسخنه لدرجه الاحمرار اداك زد بنزين، عند تفاعل زد مع مين؟ مع اكس هيديك اي ساين بنزين، هيديك اي ساين بنزين اهو، عند تفاعل زد مع اكس ينتج تلوين، قول له غلط،
عند تفاعل زد مع اكس ينتج اصهار البنزين، اصح يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده يا شباب، اي من مالي قد تكون درجه الاذابه لكلوريد الفضه، لكلوريد الايه؟ الفضه، في محلول كلوريد الايه؟ الصوديوم، تركيزه كام يا شباب؟ تركيزه 35 من ايه؟ من قلب. صلى على النبي. اول حاجه هفكر فيها يا شباب ادي كده ان ايه سي ال. طيب كلوريد فضه، كلوريد ايه؟ فضه، ادي كده ايه جي سي ال، بتتفكك الى اي جي موجب وسي ال ايه سالب. هفرض ان دي كده اكس ودي كده اكس، يبقى كي اس بي بتساوي كي اس بي كده يا شباب بتساوي اكس تربيع، يبقى اكس كده لو جينا نحسب الاكس، يلا كده يا شباب هنحسب الايه؟ هنحسب الاكس. طيب الاكس لو جيت تحسبها هتساوي جذر كام بقى؟ جذر كام يا شباب؟ جذر 1.6 في 10 اس سالب 10. طيب يبقى كده جذر 1.6 في 10 اس سالب كام؟ 10. طلعت معاك بكام؟ بواحد. درجة اكس طلعت معايا بتساوي 1.26، 1.6264 في 10 اس سالب 5. صلوا على النبي. دي درجة الذوبانية. أنا هضيف إن إيه سي إل. طب ما إن إيه سي إل عبارة عن إن إيه موجب وسي إل سالب. السي إل هتزود السي إل فهينشط في الاتجاه العكسي. طب لما ينشط في الاتجاه العكسي يعني معنى كده إن الذوبانية بتاعته هتبدأ تقل. الذوبانية هتبدأ إيه؟ تقل. طب أنا عايز كده يا أولاد رقم أقل من الرقم اللي أنا طلعته. طيب سالب 4 اكبر وسالب 4 اكبر وده الرقم اللي انا مطلعه، يبقى هقول له الاجابه رقم كام؟ رقم ب. شفت السؤال عامل ازاي؟ جبت الذوبانيه. بعد ما جبت الذوبانيه ضفت ان ايه سي ال، فكك الى ان ايه موجب وسي ال سالب، السي ال هتزود السي ال فهينشط عكسي، فلما ينشط عكسي يا اولاد ايه اللي بيحصل؟ كده تركيز الكلور هيبدا ان هو ايه يقل، يبقى الاجابه عن قصدي الذوبانيه بتاعته هتبدا ايه؟ ذوبانيه كلوريد الفضه هتبدا ان هي ايه تقل، فمعنى كده هروح لرقم اقل من اللي انا مطلعه، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده يا شباب، عند التحليل الكهربي المصهور البوكسيت تصاعد كذا جزئين، هات عدد المولات على طول. نعلينا. طيب من غاز الاكسجين عند الانود فكتله الالومنيوم المتكونه، قول له ايه المشكله؟ عندك 6.2 في 10 اس 23 من الاكسجين، بيعوز 4 فرضيه، يبقى انت عندك ال 1.806 في 10 اس 23 هيعوز قد ايه اكس؟ يبقى اكس بتساوي كام بقى؟ اكس بتساوي 4 في 1.806 في 10 أس 23 على 6.02 في 10 أس 23 طلعت كام؟ 1.2 من 10. 1.2 من 10. طب هو عايز كتلة الألمونيوم، طب ما أنت عارف إن الألمونيوم 27 جرام بيعوز كام فرادية؟ 3 فرادية، يبقى الـ 1.2 من 10 فرادية هيديك قد إيه إكس؟ يبقى إكس بتساوي 27 في 1.2 من 10 على كام؟ على 3. تطلع بكام يا شباب؟ ب 10.8 من 10، يبقى الإجابة هتبقى رقم كام ده؟ يبقى تاني كل 6.2 من 100 في 10 ل 26 جزيء من الأكسجين بيحتاج 4 فرادية، يبقى كام جزيء دول بيعوزوا قد إيه؟ فرادية إكس. يبقى اكس بتساوي طلعت اكس معاك بكام؟ ب 1.2 من 10. طب ما الالومنيوم كل 27 جرام بيعوز 3 فرادية، يبقى ال 1.2 من 10 لان الالومنيوم التكافؤ ثلاثي، يبقى ال 1.2 من 10 بيعوز اكس، يبقى اكس طرفين في وسطين، تطلع معاك الاجابه رقم كام؟ د. السؤال بعد كده يا شباب، الشكل البياني يوضح العلاقه بين عدد الاكتات المفرده في المستوى الفرعي دي والعدد ذرة عصر السلسله الانتقاليه الاولى، اي وبي في الدي تساوي كام؟ 5. خلاص كده؟ بعد كده سي كام؟ 4. لعدد الاكتات المفردة. طيب هنا بيديها لك عناصر اهي. طيب لو احنا جينا كده يا اولاد نشوف كده مع بعض. طيب اول حاجه لو احنا جينا كده ايه نشوف كده الاسئله ايه مع بعض. هنا ده عنده 5 وده 5، يبقى احنا كده لو جينا 5 ده كده عنصر الكروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. اي العناصر الاتيه تكون سابكه تستخدم في طلاء المقابض الحديديه؟ مقابض حديديه يبقى النحاس الاصفر اف وجي، نحاس وخرسين. اي المعاصر يستخدم احد مركباته كماده مؤكسده وكماده مطهره؟ يبقى ده كده عنصر مين بقى؟ البي اللي هو كي ام ان او 4. من المخطط التالي، ايه تحلل قلوي اداك بي اكسده تامه اداك سي،
دي كذا، اكيد في معلومات. تقول لي ايه ينتج من تفاعل اتش سي اللي مع البروبين؟ يبقى مع البروبين يبقى اتش 3 سي اتش سي ال سي اتش 3. تحلل قلوي يبقى سي اتش 3 هنا سي اتش او اتش سي اتش كام 3. اكسده يبقى هيديك كيتون. دي ينتج من تفاعل اتش بي ار مع الايسين يبقى سي 2 اتش 5 بي ار. هعمل له تحلل بقى سي 2 اتش 5 او اتش اكسده تم بقى سي اتش 3 سي او اتش. فبقول لي اكتب الصيغه البنائيه لسي. خلاص سي اهي سي اتش 3 سي هنا او سي اتش كام 3. اكتب الصيغه البنائيه لاف يبقى خلاص سي اتش 3 سي او او اتش. اكتب الصيغه البنائيه للتفاعل بي مع اف فين بي؟ بي بي مع مين؟ مع اف. بي مع ايه؟ مع اف. بي مع اف يبقى بي سي اتش 3 سي اتش او اتش سي اتش 3 مع اف سي اتش 3 سي او اتش. ده هيخرج او اتش وده هيخرج مين؟ اتش. فهيديك يا مستر كده سي اتش 3 سي اتش او سي او سي اتش كام 3 هنا كام سي اتش كام 3. اكتب الصيغه البنائيه الايزومير سي فين سي؟ سي اللي هو مين؟ الكيتون الايزومير بتاعه هيبقى عندك مين يا شباب؟ انت عندك الكيتونات من الايزومرات بتاعتها الالدهيدات، يبقى عندك كده مين؟ سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش كام او، ده اسمه بروبانال. يبقى عندك الاجابه رقم كام؟ بروبانال. ده اجابه السؤال رقم كام؟ 4. يبقى كده يا شباب بفضل الله خلصنا النموذج رقم كام؟ 4 ان شاء الله كده. النموذج رقم كام؟ 2 ان شاء الله كده. اشوفك في النموذج اخر نموذج اللي هو النموذج رقم كام؟ 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.